رح نتحدث عن أكاديمية الشرق، عن النشاطات والفعاليات، عن الدورات اللي عم تكون، وأيضا منذ متى تأسست هذه الأكاديمية. بتنضم معنا بالاستوديو السيدة سنابل ميرعندي مديرة الأكاديمية. أهلا وسهلا فيك أستاذة سنابل. أهلا بك، يسعد صباحكم يا رب. وصباحك يا رب. بداية عرفينا على الأكاديمية، متى تأسست الأكاديمية وكيف تأسست؟ أكاديمية وجه الشرق أورينت فيس، أكاديمية وجه الشرق تأسست بال 2016. أول فرع لها كان بمنطقة كتشكشكميجة. طبعا هذه فكرة الأكاديمية هي وليدة لوضع كنا نحن عم نتعايش معه مع شبابنا العرب اللي موجودين هون بتركيا. بهذيك الفترة طبعا كان في عنا كم هائل من الشباب والشابات اللي هن ما التحقوا بالتعليم أو ما كملوا دراستهم، خلينا نقول. وبنفس الوقت منهم كان دارسين بس ما عندهم مهنة يقدروا يشتغلوا عليها، وكان في صعوبة كتير كبيرة بتعديل الشهايد. بأضف إلى ذلك أنه كان في هجرة كتير كبيرة لخبراتنا لأنه ما كانت عم تلاقي فرص عمل. هذا السبب اللي خلانا نحن بال 2016 نفكر أن نفتتح أول أكاديمية تدريب مهني تقني فني تكنولوجي بإسطنبول، لحتى نقدم تدريبات لشبابنا ونساهم بتطوير مهاراتهم وخبراتهم لحتى يقدروا يدخلوا سوق العمل. جميل جدا. إذن الدورات متنوعة، إذا فينا نقول يعني توجهكم متنوع بهذا السياق. صراحة كبرنا شوي شوي مع كل سنة، يعني طورنا برامجنا مع كل سنة. بالبداية ما كانت برامجنا يعني كتير كبيرة، بس كل ما كنا نأخذ اعتمادات كنا نفتح أبواب لتدريبات جديدة ومسارات جديدة مهنية. بأي مسار بلشتوا؟ بصراحة بالأسرع كان لفرص العمل. نحن وقت اللي افتتحنا الأكاديمية عملنا دراسة هيك سريعة للسوق وقلنا أنه نحن الطالب اليوم جاي مستعجل، بده يشتغل، بده يكسب عيش، ما بده يقعد. فكانت الدراسة هي مثلا بتعرفي أنت اليوم اسطنبول رقم واحد بالتكستيل والخياطة والتحت تقريبا كل بناية في معمل خياطة، فكان في دائما في شيء اسمه أورتجي، فدائما شبابنا كانت تلتحق يعني الأورتجي اللي هو عامل لأي شيء بمعمل الخياطة. فأول قسم فتحناه هو موضوع الخياطة، الحلاقة مثلا، الاشياء اللي علاقة باللغة ليقدروا يندمجوا بالمجتمع، اللغات التركي والإنجليزي والتفاصيل تبعها. في عنا كان مثلا اشياء اللي علاقة بهذيك الفترة بصيانة الجوال وصيانة الكمبيوتر، دورات الكمبيوتر كمان بلشنا بهذه الطريقة. يعني فعليا بلشتوا بالدورات اللي فعلا هي تلقى صدى بأسواق العمل، وممكن دغري مباشرة تبدأ بمشروع خاص أو تلتحق أيضا يعني لم يكن مشروع خاص بهذا 100%. المجال. لكن فيما بعد يعني تنوعت الأمور والدورات صارت أوسع. حاليا شو الدورات اللي بتركزوا عليها بشكل خاص، يعني إذا فينا نقول بيلقى اهتمام وقبول عند الشباب؟ شوفي، نحن من 2016 ما كنا متخيلين انه نحن نوصل لهذه المرحله، لانه يعني نحن كنا مفكرين مثلا انه هي فتره، تعرفي نحن يعني موجودنا هون ما كان في استقرار كامل والناس كلها مفكره ترجع البلد او تغادر او اي شيء. بعدين اكتشفنا انه فعلا اسطنبول هي نقطه كتير اساسيه، اول شيء لحتى اذا بدنا نحن نطلع او يعني تقدري فيها انك انت تنمي مهاراتك. فنحن وقت اللي بدينا بالعمل المهني عانينا جدا، اول شيء من وضع البرامج. خليني اقول لك اني مثلا ما قدرنا نحن ندخل بتفاصيل العلاقة بمسارات كبيره لانه نحن ما اصلا ما كان في عنا مناهج تقدر تخدم السوق. مشان هيك انا قلت لك انه نحن درسنا السوق، لانه انت اليوم وقت تقدمي مسار او بتشتغلي على تدريب مهني وما بتوافق مع السوق، فاليوم الطالب انت ما بتحقق الهدف اللي هو لازم يدخل فرص العمل ولازم يطور من مهاراته. فهو بدينا نحن فيها يعني تدريجيا، والحمد لله رب العالمين الاعتمادات اللي نحن اخذناها من مديريه التربين كان ولا من جامعه اسطنبول هي اللي خلتنا نفتح مسارات اقوى يعني او اكثر من اللي كنا نحن متوقعينه. اذا اليوم الدورات هي معتمده، اذا فينا نقول الشهادات يلي بيحصل عليها الطالب بعد اتمام هذه الدورات، صحيح كل الدورات تماما. هلا هو نحن مثل ما قلت لك يعني اول شيء كان في عنا اعتماد وكان موضوع مرحلي. اول شيء بال 2019 بعد ما افتتحنا اكاديميه وجه الشرق فرع الفاتح، لانه نحن بدانا بكتشكشكميجة وبعدين فتحنا بالفاتح. بفرع الفاتح أخذنا اعتماد من الهالك اي تيم اللي هو تقريبا فيك تقولي هو الدائرة التابعة لمديرية التربية والمعتمدة في المسارات المهنية كاملة. يعني أول خطوة بالمسار المهني لازم يكون معك شهادة الهالك اي تيم.
فأخذنا اعتماد الهالكيتين وقعنا بروتوكول معهم بال 2019، وبالتالي أي برنامج كنا نحن نعمله كان ياخذ شهادة من الهالكيتين وبتنزل شهادته على أي دولات. بتاريخ 9/9 طبعا الفعالية اللي صارت بال 2000 من حوالي شهر بال 22 الحمد لله رب العالمين وسعنا مساراتنا بشكل أكبر لحتى ناخذ نحن اعتماد جامعة اسطنبول، وقعنا بروتوكول مع جامعة اسطنبول للتجارة والاقتصاد بحيث أنه نحن صار في عنا مسارات أخرى مهنيا معتمدة من جامعة اسطنبول. توقيع مع جامعة اسطنبول حديثا مؤخرا تم التوقيع مع جامعة اسطنبول، ألف مبروك، خطوة مهمة. كيف رح تضيف هذا الشيء فعلا هي الشراكة إذا فينا نقول بما يخص الأكاديمية وبما يخص المتدربين أيضا اللي بيلتحقوا بالأكاديمية؟ شوفي نحن هلأ الهدف الرئيسي للأكاديمية اليوم مو فقط أنه نحن نقدم دورة تدريب مهنية، لا، نحن أنه نعطي شهادة، هذه الشهادة تكون مصدقة وموثوقة ومعتمدة بالبلد اللي نحن عايشين فيه أو في حال فيه للمستقبل البعيد. يعني اليوم أنا ذكرت أكثر من مرة أنه نحن اليوم عبارة عن فايل، هذا الفايل كل ما أنت عبيته من بالشهادات والاعتمادات والمهارات اللي أنت عم بتاخدها بالحياة، كل ما أنت فتحت فرص أمامك لا وأبواب لا فرص عمل أنت مثلا ما كنت متوقعة. فدائما الإنسان بتطوير مهاراته بيحاول أنه هو يفتح أفاق جديدة بمسار عمله. فأول شيء نحن أنه صح نحن عم نعطي دورات تدريبية مهنية بتوافق الوقت وبتوافق السوق، وبنفس الوقت لازم نحن نعطي هذه الشهادة لأنه هذه الشهادة بتساعد الطالب أنه وقت يدخل على أي مهنة أو أي مثلا مشروع كان حابب أنه هو يفتحه مثلا مشروع خاص أو أنه هو يتقدم لفرصة عمل، ففي عنده وثيقة رسمية بتنزل على الأي دولة تبعه ومختومة وإلى باركود من الحكومة التركية بتشهد أنه هو صاحب اختصاص ودرس بهذا المجال وتعلم بتعلم بأكاديمية مهنية. تمام، يعني احنا في عنا ناس خبرات مع الأسف 20 سنة و 30 سنة بس وقت تروح تكتشفي على بياناتهم بالأمنيات بتلاقي انه هو كاتبين أمي، والسبب انه هو ما عنده أي وثيقة حرفية مهنية ثبتت انه هو بيشتغل بهذا المجال. وهون بتختلف إضبارة شخص لشخص آخر. تماما، نقطة مهمة فعلا. نحن اليوم نضمن، يعني هو ضمان لوجودنا بسوق العمل أنه أنا فعلا أكون أمتلك شهادة معترفة عليها. بالنسبة لهذه الدورات، قدي مدة الدورة بتكون؟ كل دورة بتختلف بالمحتوى التدريبي عن الأخرى، بس اللي نحن عاملينه بالأكاديمية أنه عاملين برامج بتوافق جميع الطلاب. اللي نحن لاحظناه بالفترة الأخيرة معظم طلابنا صارت تيجي من برا اسطنبول، يعني من السويد، من ألمانيا، من مناطق من أوروبا، راحت على أوروبا مثلا بال 2016 2014، بس مع الأسف ما قدرت هنيك تدرس لأنه شروطهم كتير قاسية، مكلف الموضوع، تقريبا بدك 3-4 سنين لحتى أنت تاخدي شهادة. فاللي عم يصير طبعا بلد تركيا رخيصة، فاللي عم يصير أنه شبابنا اللي طلعت قبل عم تريد ترجع على اسطنبول لتاخذ دورات تدريبيه ولتقعد فتره مثلا نقاهه، وبنفس الوقت انه لحديت وتاخذ الشهاده والاعتماد. فنحن في عنا برامج بتناسب الطلاب اللي هي عم بتجي من برا اسطنبول، بتكون مدتها مثلا شهرين وبيكون بشكل يومي. في عنا برامج بتوافق الناس اللي عم تشتغل ضمن اسطنبول واللي هي بتكون بالويكند بالسبت والاحد، وفي عنا برامج مثلا ضمن الاسبوع اللي هي مثلا بتكون نسائيه او هيك. ففي حتى برايفت كورس، حتى جنرال كورس، يعني الطالب من عنا وقت حابب انه هو يدخل راح يكون في عنده برنامج بيناسب كل اوقاته ولا شغله ولا التفاصيل اللي هي عنده. جميل جدا، يعني في بدنا نقول معايير ماشيين عليها بالاكاديميه لفعلا تكون الملتحق بالاكاديميه هو قادر يلتحق بالطريقه اللي بتناسبه. ذكرتي بالنسبه للنساء، شو أهم الدورات اللي بتعملوها بالنسبة للسيدات؟ يعني خاصة السيدات بتلاقيهم هيك عندهم شوية أمور يعني بيحبوا يشتغلوا فيها أكثر من الأمور الأخرى. هلا بصراحة مع الوقت تفاجأت إنه فعلا اليوم المرأة السورية أو العربية خلينا نقول تعدت المجال اللي الفكرة اللي أنت فعلا طرحتيها بالبداية.
كنا بالقبل نشوف مثلا المرأة باللغة أوكي، بالكروشيه، بالتطريز، بالتفاصيل العلاقة بالطبخ، بالأمور اللي هي كتير بتخص البيت أو بالتجميل وهذه الأمور. اليوم لا، نحنا صرنا عم نشوف المرأة بكتير ميادين بصراحة، وعم بتثبت نفسها وعم بتحاول تشتغل على حالها، وهذا شيء يعني طبعا كثير انا بدعمه، يعني بعطيه يعني سبورت من عنا كثير عالي، ومسهل كثير الطريقه، ما بنفتح مجال من قويه وبندعمها نفسيا، اللي هي مثلا خلينا نقول حتى مجال الالكترون. تمام، يعني لاحظت اخر فتره كان في عندنا طالبات عم تعلم صيانه جوال، صيانه حواسيب، كومبي وكهرباء وتصليح ادوات كهربائيه اللي هي على البرادات والغسالات. طبعا هنا بيكونوا يعني من دارسين هندسه ميكانيك، وممكن يكونوا ما عندهم اي فكره. ومثلا عندك في الحلاقه والتجميل، في الخياطه، بتفصيل وسحب القالب، بقسم رسم الازياء، بالصياغه، صياغه المجوهرات، يعني صار في عنا ناس كتير دخلت بهذا المجال. فيعني الحمد لله رب العالمين، لا صار في وعي، صار في وعي لشو يعني اني انا ادخل مجال، ادخل اكاديميه، اتدرب مهنيا بطريقة صحيحة، وبعدين فكر افتح مشروع الخاص واعمل بلان لحياتي المستقبلية. رائع. تغيير هذا إذا نقول الفكر النمطي عند السيدات، يعني نحن بحاجة هذا التغيير حقيقة. يعني هو ميادين تفتح أمامها، زيادة فرص عمل، وإضافة أن المرأة قادرة تثبت نفسها بأي مجال كان. الشخص اللي بده يرغب الحصول على دورات تدريبية بأكاديمية وجه الشرق، كيف ممكن يلجأ؟ شو هي الخطوات ممكن ينضم للأكاديمية؟ هلا نحن بالأكاديمية موضوع جدا جدا سهل، مجرد انك انت تكون عندك اقامه كانت سياحيه او كملك. تمام، مو شرط انه يكون كملكك اسطنبول، لانه نحن بنقدر نعطيه ورقه اسمها ورقه طالب او اسمها اورنجي بلقسه، حتى لو جاي من قانيا او من مرسين او ادنا او اي مكان، انه هو جاي بغرض الدراسه، فبنقدر نحن نمنحه ورقه الاورنجي بلقسه. اضفي انه بيتم التحاقه عنا بالاكاديميه، طبعا ممكن يفوت على صفحاتنا على الفيسبوك ولا الانستغرام ولا الويب سايت الموجود تبعنا orientface.com.ar، ويسجل اما لك رابط الكتروني او خلال زياره الاكاديميه. هو قبل التسجيل اهم فكره انه نحن نعرف شو بدنا نسجل. بتجي عنا احيانا فعلا، يعني جد هيدي نقطه كثير مهمه، يعني بيجي عنا احيانا ام بدها تسجل اولادها، تمام، اللي هنا بيكون عمرهم 15 16 سنه ما قدروا يدخلوا المدرسه، وحابه انه تدخلوا مصلحه، لازم يشتغلوا ويعيشوا الاهل. فبتقلي مثلا انا بدي ولد حلاقه رجاليه وولد صيانه موبايل. طيب اليوم الشخص هو اللي لازم يكون عارفان انه انا حابب هذه المهنه، عندي ميول لها، قادر اطور منها، عندي حلم بالمستقبل انه يكون في عندي مشروع خاص فيها. قبل ما اني قرر اني انا اسجل، لازم اسال حالي هذا السؤال. ونحن في عنا تفاصيل ومعايير وقت يجي اي طالب ندخل فيها، اللي هو طوله، ممكن يكون عنده مشكلة عصبية، ممكن يكون عنده مشكلة بنظره، ممكن يكون عندي اضطراب نفسي. دائما منفوت نحن بأول أسبوع مع الطالب، منشوف إنه هو بالمكان الصح ولا لا، لأنه الفشل بأكاديمية وجه الشرق دائما بديهم ممنوع. فأنت من أول أسبوع بتبين معي، بقول لك أنت مكانك مو هون، فكر يا بمسار تاني مهني، يا أما ممكن إحنا نشتغل بطريقة تانية. بتساعدوه لاختيار المسار الصح؟ 100%. نسأله مثلا آخر مرحلة دراسية هو واصل لها، مثلا صيانة الموبايل، بقول لك أنا الولد عندي كتير اهتمام بصيانة الموبايل، أوكي، فبدي أدخله صيانة موبايل. طيب الولد ما بيعرف بالسوفت وير وهارد وير، يعني أنت عم تحكي عن كهرباء وميكانيك وإلكترون وكل التفاصيل بصيانة الموبايل. تمام، بدي أدخل طالب عمره 14 15 سنة ما عنده أي شيء، لا، في ستيب. أول شيء تفوت دورة الكمبيوتر، تاخذ تقنيات الحاسوب، تدعم هذا الموضوع بدورة الإنجليزي، وبعدين بتفوت أنت صيانة الموبايل. موضوع مرحلة، مش دايركت، لا، الموضوع بده مراحل، بده إضافة، يعني مثل ما ذكرتي بعض المسارات هي لازم تكون داعمها بمسارات أخرى 100%. قبل ما أنك تدخل هذا المسار. الصعوبات اللي عم تواجهكم كإدارة وكفريق عمل بأكاديمية وجه الشرق؟ عدم الاستقرار، اضطراب وضع الطلاب بالفترة الأخيرة مثلا، معظم طلابي صار في عندهم هجرة ورجعة وهي القصص مثلا، قرارات مفاجئة من الحكومة التركية، بتعرفي أنت بحكم الوقت مثلا كملك اسطنبول ما بقي موجود هون، في ناس كتير رجعت، صار في اضطرابات. الأمور الثانية مثلا، يعني الحمد لله رب العالمين، هو موضوع في اهتمام كتير كبير نحن عنا، وفي طلب كتير كبير على موضوع التدريبات المهنية. بس خليني أقول لك، الصعوبات هي دائما بإيجاد فرص العمل، زائد بإيجاد برامج تدريب مهنية جديدة ووضع المناهج.
مثل ما بتعرفي نحن اليوم قبل ما كان في عنا ثقافة ووعي للدورات المهنية، كانت المهنة تتوارث أبا عن جد تمام، فالمهنة يحملوها يقولوا مثلا نحن عائلة فلان صياغ مثلا من 50 سنة، وعائلة كذا نجار من 50 سنة. هذا مع الوقت أخذوه بالخبرة بالممارسة. اليوم الوقت كتير اختلف تمام، فنحن عمليا ما عنا مناهج تدريبية أو كتب أو ناس قادرة أنه أنك إن هي تدرب. إيجاد المدرب وإيجاد المنهج التدريبي، هذه أهم الصعوبات اللي بتعاني منها إدارتنا نحن. أوكي، فأنت اليوم ممكن يكون عندك خبرة 50 سنة بس ما عندك فكرة إيصال هذه المعلومة، ما عندك طريقة التدريب، ما عندك أنت كيف الإدارة الصفية. اليوم إحنا مثلا عنا على 14 ماكينة خياطة، بيقعد ابن 15 سنة وال45 بيجي من العراق ومن ليبيا ومن سوريا ومن كذا مكان، فأنت لازم يكون في عندك إدارة صفية لأنك أنت تقدر تتعاملي مع هاي المجموعات. في تفاوت بالعمر، تفاوت بالجنسية، تفاوت بالنفسية، باللغة. في لغات أحيانا ما بنفهم عليهم، تونسي مغربي، لهجات تماما، في لهجات. بالإضافة أنه إيجاد محتوى تدريبي وإيجاد المدرب المناسب اللي أنه هو يشتغل على هذا المحتوى. هل عملتوا على دورة تدريبية للمدربين؟ دورة تدريبية للمدربين احنا اشتغلنا عليها بشكل ذاتي بصراحة، لكن كنا شوي محظوظة يعني بالمدربين، وبقولة يعني على الهوى دائما فعلا جيش أكاديمية وجيش الشر هو قوي بالمدربين اللي موجودين احنا عنا يعني. فالحمد لله رب العالمين، مع الوقت نحن اشتغلنا على موضوع انه ايجاد برامج، اشتغلنا على موضوع الآلية العمل بحكم الخبرة، بس بنفس الوقت دورة التدريب للمهنيين ما قدرنا نحن لقينا اصلا انه في هيك شيء. بس انا اي مدرب مثلا ممكن بيجي لعندي وبيقول لي في دورة تدريبية ممكن تكون اونلاين او حضوري بمكان ممكن ترفع من المستوى المهني، نحن دائما يعني سير بس بهذا الموضوع. جميل جدا، يعني هو من اجل التطوير طبعاً. للجميع، يعني تعود بالإيجابية للجميع. موجودين حاليا باسطنبول، عندكم نية أو أفكار للانتقال لولايات أخرى مثلا؟ بعد مشروع 2023 تعرفي نحن يعني نحن حياتنا صايرة مو عبارة عن 2022 2023 تماما. في شوية تك تعرفي يعني نحن الأمور شوي ناطرين، أنه أكيد أكاديمية وجه الشرع ما بتقتصر، نحن دائما يعني أب، نحاول نكون أب يعني. فمفكرين بهذا الموضوع حاليا بطريقة مختلفة. حاليا رح يكون في بالولايات التركية، طبعا هذا البرنامج حيبدأ من 1/11 شورت وركشوب، أعمال بتكون لمدة أسبوع، حينزل المدرب مثلا، حيكون في قاعات موجودة بأوتيلات مثلا بغازي عنتاب هلأ اتفقنا، بقونيا، بمرسين، بأنقرة، بعدة برامج تدريبية. تماماً. حتكون مثلاً في عندك رفع كفاءة مهنية، يعني مثلاً حدا حلاق أو كوفر بس هو عنده نقط ضعف في مجال معين، فهي عملياً رفع كفاءة مهنية حتكون لمدة مثلاً 5 أيام، بالإضافة حيكون فيها اعتماد جامعي وشهادة جامعية، وحيكون هذا الموضوع تسلسلي بمختلف البرامج. يعني حالياً حندخل نحن الولايات بس ووركشوب بس فيما بعد إن شاء الله، ليش لا؟ يعني إن شاء الله الخطوات القادمة يعني يكون في توسع أكثر لهذا الموضوع. ذكرت أنه في بعض الأشخاص أو بعض الشباب يجوا من ولايات أخرى إلى اسطنبول لتلقي هذه الدورات التدريبية، هل بتوفروا أماكن للسكن مثلاً ولا هذا الموضوع على الطالب؟ على الطالب. حاولنا نحن بالبداية كان في عنا سكن شبابي تابع للأكاديمية، كان عبارة عن 3 طوابق وهيك، بس بصراحة المسؤولية كتير كبيرة بهذا الموضوع وما قدرنا نحن نتحملها. فبتعرفي يعني ممكن يكون في مشاكل على مسؤوليتنا، هذا الشيء بنتركه، ولكن بنرجح للطالب انه في سكن طلبي بالمكان الفلاني، في سكن شبابي، في بيت مفروش، في كذا، انت بتشوف الخيار اللي بيناسبك، نحن اللي علينا ان نحن يعني مساعده للطالب لاختيار المكان الصحيح. شو بدك شيء كلمه يعني اخيره للشباب والصبايا ايضا اللي حابين فعلا يدخلوا سوق العمل، اللي حابين يحصلوا على مش بس يدخلوا سوق العمل، يوسعوا المستقبل أمامهم إذا فينا نقول. أول شيء بصراحة الشباب والشابات، أول شيء يكون عندكم أمل، آمنوا بحالكم وثقوا بحالكم، ما في حدا بيوقف عند نقطة معينة، دائما حاولوا تطوروا من مهاراتكم من إمكانياتكم. أنا بصراحة كثير بشتغل على الشباب والصبايا، الطلاب كان صبايا ولا شباب عندي بالأكاديمية، على هذا الموضوع ودائما بقول لهم كل ما أنت عملت بلان بحياتك وعرفت قيمة الوقت اللي أنت هلأ فيه
واستغليت هذا الموضوع بشكل صحيح، كل ما أنك أنت رفعت من نفسك ومن إمكانياتك وفتحت أمامك أبواب ما أنت ممكن تكون متخيلة. إحنا اليوم أنا وقت اللي إجيت على إسطنبول ما كنت متخيل أني أنا أوصل للمرحلة اللي أنا وصلت لها، بس إيماني بالهدف، إيماني بنفسي، ما كنت استسلم، ما فتحت مجال أني أنا ما أعرف حالي لوين رايحة، حطيت بلان والحمد لله رب العالمين وصلنا. وأنا دائما بشتغل على هذا الموضوع، بقول لهم أنه يعني ما تخلوا أي شيء يكسركم، نحن خسرنا كل شيء، بس لطالما أنت بإيدك هي وعندك العقل اللي هو يشتغل عليها، بتعرفي أنت نحن رأسمالنا بالمهني هي الإيد، فأنت صحيح. إيدك هي اشتغل عليها كتير منيح وشغل مخك معه، وين ما رحت ما محتاج مصاري لتبدأ من الصفر طالما عندك الإيدك. رائع جدا، فعلا نحن اليوم بحاجة، وما أحوجنا حياتنا تكون رغم عبثية وفوضوية الأمور اللي نحن عم نعيش فيها، لكن نحن بحاجة إلى خطة لنعرف إلى أين نسير بخطواتنا. رح أتمنى لكم كل التوفيق أستاذ سنابل، ولا فريق العمل. شكرا جزيلا لحضرتك، يسعد صباحك مجددا.